بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع سلسلة لي ليميت أو النهايات أولى باك. دائما في القضية شنا في الفيديوهات السابقة الصنف ديال التمارين اللي تيقول لنا عندك غير واحد الأمثلة ديال لي بولينوم، مثلا تسعود إكس وكاري زائد أن. قلنا بأن هو ليميت ديال اكس زائد ولا ناقص هي اللي بغيتي دير اكبر حد. فوالا تاخذ هذا تخرج تسعود ليميت اكس وكاري اكس زائد لا نهايه تساوي زائد لا نهايه. يعني بصفه عامه لو شديتي واحد البولينوم ناقص واحد وداتي ليها ليميت اكس زائد لا نهايه غتاخذ هذا. علاش؟ لان هنا عندك الاس جوج وهنا عندك 10 وهنا عندك واحد، تاخذ اكبر اس. اذا تتولي هي ليميت ديال اكس زائد لا نهايه ديال ناقص 17 في اكس 10، تخرج ناقص 17 وتخدم مع راسك. اذا هاد الصنف هذا هو الصنف ديال لي بولينوم. شنا بزاف ديال التمارين ديال لي فراكسيون، مثلا اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال 3 اكس كاري على 4 اكس اس 7 ناقص 10 اكس اس 8 مثلا زائد 1. اش دير؟ تاخذ الاس الكبير الفوق المونوم اللي عنده الاس الكبير والاس الكبير. هنا عندنا 7 و 8 يعني 8 هو الاس الكبير، هنا عندك 2 هو الاس الكبير. اذا تدير اكس زائد لا نهايه تاخذ 3 اكس كاري ناقص 10 اكس اس 8. وقلنا دائما ديك العلاقه ديال اكس اس ان على اكس اس ام هي اكس اس ان ناقص ام. تنطبقها في الحاله تخرج ليا ناقص 3 على 10 في الليميت ديال اكس على بوسونس موان 6. ايوا صافي، هذا هو اللي كاين. شنا ثاني ديال لي فارور ابسولي؟ شنا خويا في ديال لي فارور ابسولي؟ عندما يقول مثلا اكس يقول الى واحد، مثلا اكس اصغر من واحد ديال يعني اولى موا وعراو تتاخد شي حاجة مثلا ان سور شي تخربيقة بحال هكا اكس موان زان. قلنا بان خاصك ضروري تحسب القيمه، تحسب القيمه ديال هادي واش هي زيرو بلس ولا زيرو موان. وهنا تدير الجدول، فوالا تدير جدول الاشارات، تقول تتنعنف في واحد. هنا عندك زائد لا نهايه ناقص لا نهايه، تتاخذ اكس ناقص واحد تتنعدم هنا. هنا الاشاره ديال الزائد تدير هنا عكس الاشاره ديال اكس، هنا زائد. يعني القيمة المطلقة في هذه الحالة غتساوي لنا ناقص اكس ناقص واحد، وهنا تتبقى اكس ناقص واحد. وحنا بغينا اكس صغر من واحد، يعني حنا في الجهة هذه، يعني هاد واحد على اكس ناقص واحد تتولي لنا واحد على ناقص اكس ناقص واحد. ملي تنعوض تتولي لنا تتولي لنا سالبة، يعني هنا تتولي اموا، يعني ناقص ما لا نهاية. فوالا هادشي اللي كاين. ولا قلنا طريقة أخرى، بأن قلنا إكس انفيريور أن، دونك إكس موان زان انفيريور زيرو، دونك لافارو أبسولي دي إكس موان زان إيكال أ موان دو إكس موان زان سي إكزاكتومون أن موان إكس. اذا حاجه اخرى ثاني شنا غنشوفو دابا المثلثيه. دابا نشوفو ان شاء الله باذن الله لي ليميت، نحاولو نشوفو لي ليميت تريغونوميتريك، لي فونكسيون تريغونوميتريك. اذا بعد لي غابيل، قلنا دائما سينوس اكس على اكس دائما تساوي لنا واحد، معروفة هاد القضية اللي خاصني نحفظها مزيان. ثاني ليميت ديال واحد على كوس اكس على اكس كاري يقال موان يقال ان دومي. فوالا خاصني نحفظها مزيان. هنا لا ضربتينا بالفا، كان عندك هنا الفا الفا، فوالا في الحالة. اذا ثاني ليميت ديال اكس يؤول الى زيرو دو سينوس دو الفا اكس على اكس. اذا تقدر تضرب الفا الفا، هاد تختزلتي هاد الفا اكس الفا اكس، اذا غتعطينا الفا.
لان الليميت ديال هادي شحال هي الليميت واحد، وبالتالي الليميت بصفه عامه نحاول انك تحفظهم باش ما تضيعش الوقت. الليميت ديال سينوس دو الفا اكس على اكس تساوي الفا، خلاص خرج هاد الفا في الكوس. لا الكوس ما عندكش حق ديرها. مزيان، اذا نقل هذه، اذا فين ما بانت لك شي لعيبه هنا كوس وعطاكنا شي تخربيقه ولا شي حاجه، حاول انك تقسم على هاد اكس كاري وتضرب هنا اكس كاري. علاش؟ باش تجيك هذه، باش تجيك هاد اللعبه ديال واحد، لا باش تجيك هاد القضيه. اذا نقل عليها مزيان، اذا تعطيك واش غي لي زاستيس ديال التمارين، تيقول لك ا موان كوس اكس، حسب ليا ليميت في اكس يؤول الى زيرو، وتعطيك هنا شي عبارات مثلا اكس كاري زائد واحد مثلا في الجذر ديال اكس زائد واحد. اذا خصنا ضروري نبينو هاد اللعبه هادي، باش نبينو هاد اللعبه هادي نقسم على اكس كاري حتى ونضرب في اكس كاري، ما درت والو لان هادي تختزله وهي واحد. اذا كما قلنا اش غدير؟ اذا غتعزل هادي، بعدا كاين تحيد عليك اكس او لا زيرو ديال واحد ديال كوس اكس على اكس كاري، غدير هي غتعزلها هي ان دومي. عاد تحسب ثاني هادي غديرها بحدها فوالا، وعاد ضرب الاخرى يحن فيها مولانا الكريم، غتولي لك بحال البولينوم مثلا ولا شي تخربيقه بحالكم. اكس كاري على اكس كاري زائد واحد على جذر، حنا ما تيهمناش، غابغي نبين لك. غتقول ان الليميت ديال هادي هي ان دومي، وعاد دير الليميت ديال هادي. اذا كيما قلنا هذا هو اللي كاين. ثاني فاش يعطيك شي ليميت اللي فيها سينوس اكس شي عباره ولا شي حاجه، حاول تقسم على اكس. علاش؟ باش انك تخرج لنا هذيك الليميت ديال سينوس اكس على اكس فوالا. اذا حتى هنا غيعطيك مثلا شي سويشيه يقول لك كالكولي شي لعيبه بحال هكا مثلا ديال سينوس اكس، غيقول لك مثلا شوف معايا، غيقول لك اسيدي كالكولي اكس هنا زيرو دو سين اكس على جذر اكس زائد واحد مثلا في واحد على جوج اكس يتخربيقها ناقص واحد اكسترا. اش غدير انت؟ اذا خاصك تبين هاد اللعبه هادي. اذا تدير هنا اكس وتضرب في اكس باش تخرج لك الليميت ديال سينوس اكس على اكس بعدا، وعاد يحن الله في هذيك الاخرى ديال اكس زائد واحد، واحد على جوج اكس ناقص واحد. تحسب هادي، هادي غتعطيك شحال؟ واحد. واه اذا دائما نفس لي زاستيس. اذا غنحاولوا اننا نكملوا هذا الفيديو، نعطيكم التمرين نقسموا لجوج، نخدموا شي شويه وشي مره اخرى. اذا نعطيك اسيدي واحد السلسله، ها هي اكزرسيس، سلسله ديال التمارين ان شاء الله ديال لي تريغونوميتريك. اذا حسب لينا، قال لك اسيدي كالكولي ليميت ديال اكس يؤول الى زيرو دو واحد ناقص الكوس ديال جوج اكس على اكس وكاري فوالا. وقال لك ثاني حسب لينا ليميت ديال طونجونت، ليميت ديال طونجونس ديال 3 اكس على سينوس اكس، هو اكس يؤول الى زيرو. وقال لك سيدي حسب لينا لا خرجتي هاد التمارين هادو راك مزيان اخويا، هنا طونجونس دو اكس موا طونجونس موا سينوس اكس. سمح لي نكتبها لك بشكل اخر ان شاء الله، فوالا كتبها لك ان شاء الله بشكل اخر. فوالا قال لك ثاني ليميت ديال اكس زيرو الطونجونس اكس ناقص سينوس اكس على اكس اس 3، على اكس اس 3. اذا حاول انك توقف الفيديو، ولكن قبل الله يعطيك السر نسيت ما قلت لك بان ليميت ديال اكس يؤول الى زيرو ديال طونجون دو اكس هي على اكس راه هي ايكال ا. الحمد لله حتى هي بحالها بحال السينوس. الحمد لله عندنا هاد لي ليميت، هادو هما اللي خاصك تحفظ مزيان، هادو هما السوارد ديالك باش تخرج ان شاء الله. والليميت ديال اكس يؤول الى زيرو دو واحد ناقص كوسينوس على اكس وكاري. اقرا عليه مزيان الله يرضي عليك.
سوي اندومي هادو ما خاصهمش يفلتو، يبقاو دائما عندنا. الله يرحم لك الوالدين. فوالا فوالا، عقل عليه مزيان هادو ان شاء الله. اذا يا بسم الله على بركه الله نخرجوا هاد الاولى هادي. فوالا، اذا اش قلت لكم قبيله؟ قلت لك خاصني ضروري نخلق هاد اللعيبه ديال واحد على كوس اكس على اكس كاري. اذا اش غندير انا؟ غندير هاتا خاصني جوج اكس وكاري، هاتا واحد على كوس طبله على طبله اوكاري، الله يرحم لك الوالدين، طبله اوكاري عاد تتساوي لينا، عاد هادي تتساوي لنا اندومي. خاصني هادي تكون اوكاري. دابا عندي جوج اكس، اذا خاصني ندير ليها جوج اكس اوكاري، ياك؟ حك سهله، لان اكس يؤول الى زيرو، حتى جوج اكس يؤول الى زيرو. نقدروا نسميو هذا التي، تتولي التي يساوي زيرو، ولا سميتي التي هذا. فوالا، انا غنصايب لك النموذج هذا. يعني الطبله خاصك تقسم على الطبله اوكاري، اذا هنا هاد الطبله هي جوج اكس، خاص نقسم عليها اوكاري، او لا قسمت عليها خاصني اش ندير؟ نضرب عليها بحال هكا باش لا اختزلت ما يبقى والو. هنا غتولي الحمد لله عندي الجهه زوينه هادي، هاهي هادي راه هي ديالاش، هي اندومي، وهنا يحن فيها مولانا الكريم. اذا اجي نجاوبو بشكل احترافي ان شاء الله. الله يرحم باك، واحد ناقص كوسينوس دار مقسوم على دار اوكاري تساوي اندومي. يعني الا عطاك واحد ناقص كوسينوس مثلا مسجد، فوالا خاصك تقسم مسجد اوكاري، تبين لينا هذاك. يا الحمد لله. اذا نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد، حاولوا اننا ان شاء الله نجاوبوا على هاد، فوالا ان شاء الله على هاد التمرين. يا بسم الله على بركه الله. اذا يا بسم الله، اذا هات بشويه اخويا، فوالا. اذا سوليسيون بوحدة بوحدة ان شاء الله. ليميت هادي، هادي واحد، وهادي جوج، وهادي ثلاثة. ناخذ لون اسود، فوالا، ونبدا خدام. بسم الله، اكس يؤول الى زيرو، دو واحد ناقص كوس جوج اكس. اش قلت لك خاص نبين جوج اكس وكاري؟ ها هي ضربت هنا، غنحاول انني نضربها هنا نتفك منها، فوالا. شحال بقات عندي؟ اكس كاري، الحمد لله. اذا هادي يساوي شوية ليميت ديال اكس هي ولا زيرو ديال واحد ناقص كوس ديال جوج اكس على جوج اكس وكاري. اش غيبقى؟ غتبقى لنا شنو هي جوج؟ غتبقى لنا هادي على هادي بشوية باش ما نزربوش لك. جوج اكس الكل وكاري على اكس وكاري القديمة، فوالا. هادي بشوية هي الشونجمون. إذا أون بوز هات بشوية كاع باش تبين ليه، واخا ماشي مشكل، ماشي مشكل. يساوي اكس يؤول الى زيرو، دو واحد ناقص الكوسينيس ديال جوج اكس على جوج اكس او كاري، فاش في الليميت ديال اكس يؤول الى زيرو، دو جوج اكس الكل او كاري على اكس او كاري. اشنو هي جوج اكس؟ ما نزربش او كاري، هي جوج او كاري اكس او كاري، لان ا بي ا لا بويسونس ان تساوي ا لا بويسونس ان في بي ا لا بويسونس ان، وهادي شنو هي؟ هي 4 اكس وكاري. اذا اش غتولي لنا هادي؟ اذا هادي هي بلاتي، هاد لي هادي. اجي دابا، اجي دابا نتفكو من هاد ليميت هادي اللي فيها اللي قلنا هي ديال هادي. اذا يا بسم الله، اذا غندير اخويا هادي جوج اكس وكاري على اكس وكاري، قلنا هي 4 اكس وكاري على اكس وكاري تساوي 4، والليميت ديال 4 راه هي 4. اذا هذه كامله ولات هي 4، اذا هذه هي ولات هي حك، هذه كامله ولات الليميت ديال 4 هي 4. اذا غيبقى لنا هذه، اجي ندير واحد الشونجمون اون بوز. شوف كتب، كتبنا اون بوز تي تساوي جوج اكس، اكس يؤول الى زيرو، دونك تي يؤول الى زيرو، هذا تسمى شونجمون فاريابل، تغيير المتغير. تي يؤول الى زيرو واحد، اش ولات كوس اكس؟ جوج اكس راه قلنا سميناها هي تي، هي كوس دو تي ها هي على تي او كاري. اذا شحال هذه؟ هي 4 في اندومي، هي شحال؟ هي جوج. اذا الجواب ديالها هي جوج ان شاء الله. فوالا يا رب. اذا باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو راه 14 دقيقه، نخليو الجوج اخويا وثلاثه وتمارين اخرى، يعني نكثروا بزاف ديال التمارين تنوريوها لكم هاد النهايات المثلثيه. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر.